السلام عليكم اصدقاء ومرحبا بكم في فيديو جديد هذا الفيديو سيكون عن موقع جديد لتعدين عملة الدوج طبعا الربح من التعدين يكون ضئيل للغاية لذلك من الافضل الترويج للموقع والربح عن طريق الباونت رابط الموقع ستجده في صندوق الوصف بعدها سيحولك الى هذه الواجهة هنا في الاسفل تجد بعض المعلومات عن الموقع والعملات التي يحتويه لفتح حساب في الموقع تضغط هنا على ساين اب ثم هنا تضع الاسم الخاص بك وهنا اليوزر نيم او اسم المستخدم وهنا تضع باسورد ثم تعيد كتابته هنا ثم هنا تضع الايميل الخاص بك وتعيد تأكيده وهنا تختار سؤال سري خاص بك وتكتب الاجابة عليه ثم تكتب هذه الكابتشا هنا وتوافق على الشروط والاحكام وتضغط على ساين اب ثم تقوم بتسجيل الدخول بالمعلومات الخاصة بك بعد أن تظهر معك واجهة الموقع بهذا الشكل وهنا يبدأ معك التعدين مباشرة هنا ستجد في رصيدك 0.21 من عملة الدوجكوين قابلة للسحب تضغط هنا على ثلاث شراء ثم تضغط على وذرو أو سحب بعد ستجد في رصيدك 0.21 من عملة الدوجكوين. تضغط هنا لإضافة المحفظة الخاصة بك ثم تظهر معك خانة المحافظ تضيف عنوان محفظة الدوجكوين ثم تحل هذه الكاباتشا وتضغط على أبديت ثم تعود لخانة السحب بعدها ستجد المحفظة انضافت معك هنا ثم تحدد الرصيد من هنا وتضغط على ويدروب تماما مثل مواقع التعدين الأخرى وسرعة التعدين في هذه المواقع تكون بطيئة نوعا ما لذلك نستغلها بالبونت هنا في خانة الانفيس او الاستثمار تجد الخطط التي يحتويها الموقع وطبعا الخطة الاولى تبدأ من عشرة دولار ولكن لا انصح بالاستثمار اصدقاء من الافضل ان تستغلوه بالترويج في مواقع التواصل الاجتماعي يمكنك ان تنشئ له منشور في فيسبوك او تويتر وتعيد الكارة كل اسبوع هنا لديك الريفيرلز او الاحالات لكن لا تأخذ اي شيء الا اذا قاموا بالايداع وهنا تجد روابط الإحالة للترويج الأول هو الرابط الخاص بك لا يحتوي على بانر وباقي الروابط تحتوي على بانر وكما ذكرت من الأفضل أن تقوم بنسخ رابط الإحالة الخاص بك وإنشاء منشور له في مواقع التواصل ومكتوب لديهم في البونتي أنه يمكنك إرسال المنشور الخاص بك مرة واحدة في الأسبوع يعني يمكنك تكرار العملية أسبوعيا. وهنا في الصفحة الرئيسية تجد قناتهم على التليجرام كان هذا كل شيء اصدقائي اذا كان لديكم اي استفسار اكتبوه لي في التعليقات والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله